أنا عاوز الأستاذ بليغ بقى يسترجع الذكريات ويفتكر كيف تحول المطرب بليغ حمدي إلى ملحن. أنا شخصياً كنت مع فرقة ساعة لقلبك، بلحن استعراضاتها وبغني، كنت عضو مؤسس يعني، دافعين فلوس وعشان نعمل الفرقة دي، فعامل استعراضات، ومن ضمن الاستعراضات في لحن غنيه في أول العرض، وكانت معانا في إسكندرية سنتها المطربة السيدة فايدة كامل. فما سمعت اللحن فات، احنا كنا بنعرض شهر، فات مثلا يومين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة، ابتدينا نبقى أصحاب يعني، بنشوف بعض كل يوم ورا الكواليس. فسؤالها اللي ما خطرش على بالها في الأول، قالت لي فجأة كده، اللي أقول لي يا أستاذ بليغ الألحان دي بتاعت مين؟ فقلت لها الحان إيه يعني اللي بنغنيها يعني فوق الكرة المجاميع والكورس وبتاع، ولا أنا بغني معاهم لحن؟ قالت لي قلت لها بتاعتي. قالت لي مش معقول. قلت لها يعني ما اعرفش، حاسس كده عايز اقول حاجه. هو ابتدت في اليوم التاني تقول لي ما نشوف عود نتكلم، يعني عجبها لحن منهم اللي هو ليه فاتني ليه دون، من ضمن الالحان اللي كنت بغنيهم في الاستعراض. وكان ابتدت تقوله في حفلات، ابتدت الاذاعه تذيعه ومش عارفين اسم مين الملحن حتى. ابتديت انا ابتديت انا اخد الطريق اللي اساسا كانت مشكلتي في الاذاعه فيه، ان انا عايز الحن، مش مساله ان انا عايز اغني، عايز الحن اكتر من ان انا عايز أغني.